لو استعرضنا مع حضرتك التشكيلات الخاصه بالفريقين للقائهم اليوم، هنلاقي ان فرقه البنك الاهلي كابتن محمد يوسف عمل تعديل وحيد عن التشكيله اللي لعبت في الجوله السابقه امام المصري البورسعيدي. محمود الزنفولي في حراسه المرمى، رباعي في خط الظهر عاصم صلاح، امير مدحت، محمد دبش، اسامه ابراهيم، قدامهم محمد المثناني، استريلا، معروف يوسف، محمد حامد، وقدامهم اثنين راسي حرب، محمد بسيوني وفادي فريد. قائمه البدلاء احمد السعداني، محمد فتحي، محمود قعود، بهاء مجدي، حسام الصانع، احمد علي، احمد ابراهيم ياسين، محمد عصام الدين، وشادي رضوان. اما فرقه الجونه فاحنا بنتكلم على 7 تعديلات في التشكيله اللي بتلعب النهارده، ما كانوش موجودين في التشكيله السابقه واللقاء السابق امام الانتاج الحربي. احمد عادل بيعود الى حراسه مرمى فريق الجونه، رباعي في خط الظهر بيعود مره اخرى المتالق في صفوف الجونه الباك الشمال جوزيف جوناثان، اثنين قلبي دفاع لؤي وائل وزياد الجيوشي، محمد يكن باك يمين، نور السيد وسيرجي اكا في خط الوسط المدافع، طرفين اسلام عبد النعيم والعربي بدر، قدامهم اثنين عموري وكريم الطيب. قائمه البدلاء اسلام طارق، مصطفى الصفتي، محمود الشبراوي، محمد رجب، عمر السعيد، الصفقه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها القادمه في انتقالات يناير، احمد عامر، محمد عبد الجواد، ناصر ناصر، وعمر السعداوي. دكتور طه، راي حضرتك ايه في التشكيله؟ بالنسبه لفريق فريق الجونه، الجونه طبعا احمد عادل رجع. عايزين نتوصل بس بمحمد عبد الجواد عشان على اسم الولد الله يرحمه، فنديله حقه برضه. احمد عادل جه بدل اسلام طارق، يعني احمد عادل المفروض ان هو اكثر خبره طبعا من اسلام طارق، وطالما يعني رجع الفورمه فبيبتدي النهارده. جوناثان رجع ولا تاثيره كبير جدا، وعارفين قد ايه بيشتغل في الناحيه الشمال. هو لعيب كويس قوي على فكره دكتور، هو ده لعيب كويس قوي، شفنا في بعض المباريات من مباراه الاتحاد شفنا ازاي انطلق من الناحيه الشمال 70 متر وبعدها بعد المجهود الكبير ده عمل السويرف اتقان غير معقول برجله الشمال لكريم الطيب اللي سجل منها الهدف الهدف الاول. مظبوط. المشوار اللي عمله ده بيبين قد ايه القوه البدنيه بتاعته. نمرة 2 التكنيكس بتاع السويرف اللي عمله ما بيعملوش حد ابدا مع المجهود الكبير دوت، اي واحد بيوصل بعد 70 متر هيعملها، لكن عملها بشكل دقيق جدا. ده نمرة 1. وعندك بقى في نص الملعب موجود سيرج اكا، ايضا من اكتر اللعيبه اللي يقدر يستعيد الكوره المفقوده. نور السيد صحيح. راجل بلاي ميكر كويس قوي في نص الملعب، تنظيم استحواذ لونج باسز اللي بيعملها برؤيه كويسه جدا للموجودين. اسلام عبد النعيم من المهاجمين الجيدين جدا، سواء بيلعب على الطرف او بينضم للداخل في الكرات العرضيه ويقدر يسجل منها، هو سكورر كويس. كريم عموري تكنيكس كويس، بيمسك الكوره بيحافظ عليه، يعني الفرقه فيها امكانيات جميله جدا. محمد يكن بيشتغل من ناحيه اليمين بشكل كويس. تمام. الفرقه بالرجوع لؤي ورجوع جوناثان ورجوع وجود العربي جديد طبعا نازل جديد، لكن الفرقه كويس. واحمد عادل اعتقد الان هي في حاله افضل بكثير جدا من المباراه السابقه، يقدر يقدم مباراه كبيره في هذه المباراه. تمام. وده اللي احنا بنتمناه، ان احنا نشوف مباراه كبيره، مباراه قويه فيها الكثير من النديه، وبالطبع يكون فيها كثير من الاهداف.